نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في كتابه الموطأ، وضع اليدين على ما يضع عليه الوجه في السجود. وهذا الباب أظن قد أخذناه. نعم، طيب. نعم، لحظة بس. باب نعم، الباب خلنا. ها، طيب. اي نعم، التفات ايضا ما شاء الله تبارك الله. قال مالك رحمه الله تعالى: ما يفعل من جاء والإمام راكع؟ خلنا. اي نعم، قال رحمه الله تعالى: العمل في جامع الصلاة. ها، العمل في جامع الصلاة. روى مالك رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين، هذا فيه الإشارة إلى بعض الرواتب التي تصلى في اليوم. فالنوافل على قسمين: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. المطلقة لك أن تصلي ما شئت ومتى شئت ما عدا أوقات النهي، وأوقات النهي بعد طلوع، بعد الصبح وعند طلوع الشمس، وبعد العصر وعند غروب الشمس في قول الجمهور، وعند استواء الشمس في كبد السماء في قول الجمهور خلافا لمالك. فهذه أوقات لا يتنفل فيها إلا صلاة ذات السبب. فالنافلة المطلقة لك أن تصلي ما شئت ومتى شئت عدا هذه الأوقات الخمسة. أما النافلة المقيدة التي قيدت بشيء، إما بزمان وإما بمكان وإما بسبب، فالزمان والمكان يعني كالزمان كالرواتب: ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الصبح هي الفجر. أو تقيد بالمكان، ومنها تحية المسجد، وإن كان يعني في قول الجمهور هي سنة وبعضهم قال بوجوبها وهو أقوى. وأيضا تعلق بالظروف وبالأحوال: صلاة الاستخارة، صلاة التوبة، وهكذا. فهنا ذكر بعض النوافل، منها النوافل اليومية تسمى الرواتب. ما هي الرواتب؟ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذا هو الحديث، وهكذا جاء في البخاري، لكن في زيادة في الصحيحين لم يذكرها هنا مالك في الموطأ، قال فيها ابن عمر: وأخبرتني حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الحديث الآخر أن هاتين ركعتين خير مما طلعت عليه الشمس. هذه الرواتب: قبل الظهر وبعد. قبل الظهر ركعتين، وفي بعض الروايات أربع، وبعد الظهر ركعتين، وفي بعض الروايات أربع، لكن ليست الرواتب. الرواتب قبل الظهر ركعتين أو أربع، وبعد الظهر ركعتين، وإن صليت أربع بعد الظهر فلك ذلك، صلي ما شئت، لكن ركعتين هم الراتبة، وما زاد فهي نافلة مطلقة. قالوا: بعد المغرب ركعتين. قال: في بيته. قيد هنا في بيته، هكذا جاءت الرواية في بعض روايات الموطأ أنه قيد المغرب في بيته.
وفي بعض الروايات قال التي في المغرب بعد المغرب وبعد الجمعة في بيته، وفي بعض الروايات لم يذكر الجمعة وإنما ذكر المغرب والعشاء، وهي رواية الصحيحين. قال أما التي بعد المغرب والعشاء ففي بيته. ووجه ذلك أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة أن تصلي في بيتك ما عدا المكتوبة، الفريضة تصلى في ماذا؟ في المسجد، الفريضة تصلى في المسجد، والنافلة الأفضل صلاتها في البيت، ويجوز أن تصليها في المسجد، وإن كان ذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهية ذلك، لكن الصحيح جواز صلاة النافلة في المسجد، ولكن الأفضل أن تصلى في البيت، أن تصلى في البيت. قوله هنا بعد المغرب ركعتين في بيته وكذلك بعد العشاء إشارة إلى أنها غيرها في المسجد، وهذا الذي يظهر، فراتبة الظهر تصلى في المسجد القبلية والبعدية، ركعتين أو أربع قبل الظهر تصلى في المسجد، ركعتين بعد الظهر تصلى في المسجد، لأن ابن عمر قال أما التي بين المغرب والعشاء ففي بيته، ومفاد ذلك أن غيرها في المسجد، وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين، وهذا مذهب مالك. مالك يرى رحمه الله أن الإمام إذا صلى الجمعة انصرف لا يصلي في المسجد بل ينصرف ويصلي في بيته، والمأمومون لا بأس بذلك، إن صلوا فلا بأس وإن رجعوا إلى البيوت فلا بأس بذلك، فالأمر في ذلك واسع. واختلفوا في عدد الركعات بعد الجمعة، قيل ركعتين وقيل أربع وقيل ست، وقيل إذا صلى في المسجد ركعتين وإذا صلى في البيت أربع، والأظهر أنها ركعتين أو أربع كما يشاء، يصلي في المسجد أو في البيت، يصلي في المسجد أو في البيت. ثم روى مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا، وأشار إلى إيش؟ القبلة. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراؤكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري. وهذا فيه إشارة إلى ما خص به صلى الله عليه وسلم من أنه ينظر ويرى إلى من خلفه كما يرى من خلفه ومن وراءه كما يرى من بين يديه. وجاء في لفظ واضح ظاهر أنه يرى الرؤية العينية ببصره، فقال عليه الصلاة والسلام فيما روى أحمد بن حبان إني لأنظر إلى من ورائي كما أنظر إلى من أمامي، فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم، وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى خلفه كما يرى بين يديه، ولهذا قال أهل العلم أن هذا الحديث على ظاهره على الصحيح، على الصحيح. وهذا فيه الإشارة إلى أنه ماذا؟ يعني يدخل في باب الجامع في عمل الصلاة، وهو أن الإنسان ينبغي أن يهتم بيمن صلاته وأن يحسن ركوعه وسجوده، لهذا قال ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وفي رواية وسجودكم، فالإشارة إلى الاهتمام بهذا. بعض الناس كما قال ابن عبد البر بعض أهل الزيغ قال هذا الحديث يتعارض مع أحاديث أخرى، أليس ترون حديث أبي بكر أنه دخل المسجد فدب راكعا حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصف ماذا قال؟ من الذي ركع دون الصف؟ هو يرى بين يديه كما يرى من خلفه، فإذا كيف يقول هنا من؟ وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام حديث بكرة في البخاري، الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة فلما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال بعضهم ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ لما سلم قال من المتكلم؟ فقالوا إذن لا
كيف إذن يرى خشوعهم وركوعهم سجدهم؟ وهو سأل عن هذا وسأل عن هذا، وهذا يعني اعتراض لا معنى له، هو اعتراض لا معنى له. فالجواب أن يقال أن الفضائل في حقه صلى الله عليه وسلم لا تزال تتفاوت وتتزايد، لا تزال تتزايد ولا تنقص، فلم يزل ربنا تبارك وتعالى يزيد نبيه صلى الله عليه وسلم فضلا على فضل وفي كل وقت إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، فكانت فضائله تزيد ولا تنقص. فإذا يقال أن هذا الحديث ذكره بعد تلك الحوادث، فصار يقول إني أراكم بين يدي ورائي كما أراكم بين يدي. نعم، فيكون هذا لما سأل من الذي ركع ومن الذي تكلم كان قبل، ثم بعد ذلك صارت له هذه الفضيلة، وهو أنه يرى من بين من ورائه كما يرى من بين يديه. أو يقال أن هذه خاصة، وأنه يرى حسن صلاتهم، أنه يرى حسن صلاتهم من ركوع وسجود وخشوع ودون ذلك، دون هذا الذي دب راكعا أو تكلم. والمسلم لا يضرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، ولهذا لما قيل للإمام أحمد إني أراكم من ورائي كما أرى ما بين يدي، قال له أرى بمعنى أعلم، أي أني أعلم، أي أني أعلم، وهذا وارد في لغة العرب، ها تأتي كلمة رأى بمعنى العلم. فأنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، أنكر على من قال ذلك. نعم. ثم روى مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباً راكباً وماشياً، يأتي راكباً وماشياً. وهذا خلاف الحديث، وقع الخلاف في إسناده وفي متنه على نافع، وحاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث أخرى صحيحة كان يأتي قباً كل يوم سبت، كل يوم سبت راكباً أو ماشياً، يصلي ركعتين ثم يرجع، فيدركه المقيل عند بيت أم حرام بنت ملحان فيقيل عندها صلى الله عليه وسلم، ولربما وضع رأسه في حجرها فتفلي شعره عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك ورد حديث فيه قصة، فيه ماذا؟ قصة. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي المسجد ويصلي ركعتين، وقد قال صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيتي ثم أتى قباء صلى ركعتين كان له كعدل عمرة. نعم، وابن عمر كان يفعل ذلك، ابن عمر كان يفعل ذلك، يأتي مسجد قباء كل سبت إذا صلى الغداة ويصلي في قباء ركعتين. لهذا الذي يعتمر مما يندب له أن يحاول أن يوافق يوم السبت، يتوضأ في محل نزوله ويذهب إلى قباء ماشيا أو راكبا يصلي ركعتين ويرجع، وإن لم يوفق ليوم السبت فيوم آخر لا بأس بذلك. وهنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، وهذا القصد أن يصلي ركعتين في قباء، وهذا لا يعارض الحديث لا تعمل المطي أو المطي إلا إلى ثلاث مساجد، أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فهنا ليس فيه شد للرحال وإنما أتى مسجدا فيه أجر وفضل فصلى فيه هاتين ركعتين. ثم روى مالك عن يحيى بن سعيد عن نعمان بن مروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني، يعني ما يقال فيه، والمراد بالشارب هو شارب الخمر وليس كل شارب، فشارب الحلال لا شيء عليه، فالأمر في هذا واضح. ما ترون، وذلك قبل أن ينزل فيهم، قبل ماذا؟ أن ينزل فيهم. وهذا الحديث جاء هنا مرسلا لكن جاء موصولا عند الحاكم وغيره ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما ترون، ما الذي يفعل مع الشارب والسارق والزاني قبل أن تنزل الحدود؟ قالوا
الله ورسوله أعلم، وفيه سؤال العالم المتعلم ليختبره ليختبره. قالهن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. فهذا الحديث فيه أن كل من شرب الخمر والسرقة والزنا من الفواحش ومنها المحرمات ومنها المحرمات. قال وفيهن عقوبة، ثم نجل بعد ذلك حد الزاني واضح، وحد السارق واضح، وحد سارب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، والصحابة جلد أبو بكر 40، وجلد عمر في بعض في صدر خلافة 40، ثم شاور الصحابة فاتفقوا على جلده 80، فثبت هذا الجلد. ودل ذلك على أن عقوبة الشارب فيها نوع اجتهاد ومرجعها إلى الحاكم، وثبت الجلد 40 والزيادة عليه محل اجتهاد. من العلماء من اعتبرها هو الحكم النهائي الجلد 80، ومنهم من قال بل يجلد 40 فقط كما جلد النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أن الجلد الثابت في السنة 40 وتجوز الزيادة بحسب المصلحة في ذلك كما فعل عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جلد غير واحد من الصحابة 80 وصارت صار ومشى عليها العمل، وقال بها جمهور من فقهاء المدينة رحمة الله على الجميع. ثم قال وأسوأ السرقة. السرقة هنا هو العمل نفسه، يقال السرقة ويقال السرقة والسرقة، و يعني حقيقتها أخذ شيء من حرز مثله خفية. وهنا ضبطت وأسوأ السرقة أي أسوأ أنواع السرقة هو الذي يسرق صلاته، وضبطت وأسوأ السرقة. وأسوأ السرقة أي جمع سارق، كالكفرة جمع كافر، والفجرة جمع فاجر، أي أسوأ الناس، أسوأ السراق، أسوأ السرقة، أسوأ ماذا؟ السرقة الذي يسرق صلاته. وبالتالي فالتقدير أسوأ السرقة بالكسر تقديرها أسوأ السرقة سرقة من يسرق في صلاته، أو أسوأ السرقة السارق الذي يسرق صلاته، الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهذا فيه تشديد في من يترك اعتداله في الركوع والسجود، في الاعتدال في الركوع والسجود، فهذا فيه تشديد. فكيف بمن يترك الصلاة وإقامتها ويترك فعلها؟ لا شك ولا ريب أن ذلك من الذنوب العظيمة الكبيرة. نعم. ومثل هذا يقال من باب الفقه والمعنى في الصيام، أسوأ الناس سرقة في الصيام الذي يسرق صيامه، الذي يسرق صيامه. والحقيقة فيه سارق ومسروق. السارق أنواع وسائل التواصل اللي تدير تلك البرامج بعد المغرب فتمسك بها الناس ويضيعون صلاة التراويح، والمسروق هو ذاك المسكين اللي تديه تلك الفكاهات والأضحوكات ويضيع مسكين أن يستمع إلى درس فينتفع، أو إلى صلاة العشاء أو إلى التراويح ويفوت، ويوم يجيب يوم ويوم يجيب يوم حتى يفوت فرصة رمضان. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في رمضان وأن ندركه على صحة وعافية. نعم. قال ثم روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم،
في رواية أخرى صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تجعلوها قبورا. فالإنسان يصلي في بيته. في رشاء الحديث الذي ذكرناه أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. هذا الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فسر بتفسيرين. تفسير الأول أي اجعلوا صلاة النافلة في البيت فتكون من الزائد. فصلاة الفريضة في المسجد لأنه يجب الإنسان إذا لم يكن له عذر أن يحضر الجماعة. فإذا النافلة يصلي في البيت. أجعلوا أي صلاة النافلة اجعلوا منها في البيت. وقيل التفسير اجعلوا من صلاتكم المكتوبة في البيت فتجمعون بأهل البيت يتعلمون منكم بعض أحكام الصلاة كالأهل والأولاد الصغار، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ونعم. فوعليه فقوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، إذا قلنا المقصود به النافلة فتكون من هنا زائدة، والتقدير اجعلوا صلاتكم في بيوتكم يعني النافلة، وإن قلنا اجعلوا من صلاتكم المكتوبة فمن هنا لها معنى التبعيض، يعني لا تكون صلاتك كلها في المسجد، اجعل جزءا منها في البيت ليقتدي بك أهل البيت خاصة إذا كانوا لا سبيل لهم ينتهون فيه إلى التعلم. فعل هذا القول المراد به الجماعة، لكن ليس المقصود أن يضيع جماعة المسجد. ثم روى مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود، كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. هذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة صلاة العاجز. فالإنسان يصوم يصلي قائما، يصلي قائما غير متكئ، إن عجز صلى قائما متكئا. والأفضل أن يتكئ على شيء بحيث إذا أزيل لا يسقط، وإن لم يجد إلا شيء يتكئ عليه فإذا أزيل سقط، وإنما اتكأ عليه للعذر فيصلي. إن لم يستطع هذه حالة القيام الثلاث فقاعدا، إن لم يستطع قاعدا فقاعدا متكئا، إن لم يستطع فعند ذلك على جنب، على جنب ثم مستلقيا. طيب إذا صلى قاعدا فماذا يفعل؟ يومئ بالركوع والسجود، فيطأطئ رأسه قليلا هذا الركوع. إذا صلى قاعدا فالركوع يطأطئ رأسه قليلا هكذا ويرفع، ويجعل السجود أخفض منه إذا سجد. فيقول ابن عمر لا يرفع ولم يرفع إلى جبهته شيئا. بعض الناس يتكلف فماذا يفعل؟ يضع أمامه وسادة حتى يسجد عليها، أو إذا سجد ولم يستطع أن يسجد على الوسادة رافع إلى جبهته شيء. هذا نوع من التكلف، هذا نوع من التكلف. ولهذا قال جمهور العلماء سلفا وخلفا أن القاعدة ومن صلى جالسا أو مأ إيماء لا يرفع إلى جبهته شيء، لا يرفع إلى جبهته شيء. ونقل عن بعض من قال بذلك أم سلمة رضي الله عنها، وأجازه ابن عباس وفعله ابن الزبير، ولكن الجمهور سلفا وخلفا على قول ابن عمر وهو الصحيح. ثم روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئا. وهذا أيضا قول جمهور العلماء، إذا دخلت المسجد وإذا بهم قد صلوا الفريضة فتبدأ تصلي الفريضة، تصلي الفريضة، ما يحتاج أنك تصلي ماذا؟ تحية المسجد. فالفريضة تشمل تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تشغل المكان في المسجد جلوسا وقعودا قبل أن تصلي ركعتين. فليس هو المقصود ذات الجلوس فقط، لأنك إذا صليت ركعتين في الركعة الأولى راح تجلس بين السجدتين وقد جلست قبل الركعتين ولا لا،
فليس المقصود ذات الجلوس، والمقصود أن لا تجلس، أن لا تشغل من المسجد مكانا ترتاح فيه وتبقى إلا بعد أن تصلي ركعتين. فإذا صليت الفريضة تكون قد صليت أكثر من ركعتين وأتيت بالمطلوب، فإذا دخلت صلوا الفريضة تصلي الفريضة. وهل لك أن تصلي تحية المسجد؟ قال بعض أهل العلم لا بأس إذا أراد أن يصلي تحية المسجد، أو إذا أراد أن يبادر إلى راتبة الظهر القبلية فلا بأس ثم يصلي الفريضة، لكن هذا إذا كان متسع للفريضة. أما إذا كان دخلت والوقت في آخره فتبادر إلى الفريضة. ثم روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده، وليشر بيده. هنا فيه السلام على المصلي. السلام على المصلي ليس واجبا، قال بعض أهل العلم يكره، وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز السلم عليه يعني، وذهب طائفة إلى أنه يصلي. فالذين قالوا لا يسلم عليه قالوا: لماذا؟ لأن الصلاة فيها شغل، وقد كان الصحابة يتكلمون في الصلاة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن مسعود فسلم فلم يرد عليه، فوجد في نفسه شيء. لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. وفي رواية: إنه قد حدث في أمر الصلاة شيء، وإنه قد أمرنا أن لا نتكلم في الصلاة، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يمنع أن يسلم، فالتسليم مجائز. وقد دخل بعضهم على النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه فرد وبيده، رد بماذا؟ بيده، بالإشارة، رد بماذا؟ بالإشارة. فهذا وارد، فيجوز السلام والرد يكون بالإشارة. وهي الطريقة، الطريقة هكذا. لكن فيه شيء يعلمه، وهو أن السلام حيث انتهيت، لا أن يسلم من باب المسجد، خاصة إذا كنا نصلي. لا تسلم من باب المسجد، وإنما تسلم عند آخر من انتهيت إليه. لا بأس إن تركت السلام فلا بأس، وإن سلمت جائز. فالذي انتهيت إليه وسلمت يرفع يديه هكذا، هذا الذي يفعل. وإذا دخلت المسجد والناس جلوس موص ليسوا في صلاة، كذلك لا يسلم في الباب، وإنما يسلم إذا انتهى حيث يجلس، يسلم من هم أقرب إليه. وإذا سلم من باب المسجد لا بأس، لكن قد يشغل ماذا؟ الناس، قد يشغل الناس. واتفق العلماء على أنه لا يرد السلام بالكلام المصلي، وإنما بالإشارة، فيرفع يده وكذا، أو يترك حتى يتم الصلاة ويرد عليه السلام. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن يرد السلام بالكلام، لأن ألفاظ السلام من ألفاظ الذكر في ماذا؟ في الصلاة. وهذا قال به الحسن البصري وقتادة رحمة الله تعالى عليه. وعلى ذلك قال بعضهم في فعل ابن عمر: فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. قال ابن عمر: كان يقول أيضا: من رد بالكلام لم تبطل صلاته، لأنه لم يقل له أعد الصلاة. لكن بعض الفقهاء قالوا: ابن عمر محتاج، لم ينقل هذا، لأنه معروف من تكلم في الصلاة يعيد، فلا يحتاج أن يقول له: إذا تكلمت في الصلاة تعيد، بل علمه ونقل الشيء الزائد ألا وهو رد السلام بالإشارة، رد السلام بالإشارة. فالأصل إذن أن لا يتكلم في الصلاة، كما جاء في حديث زيد بن ثابت عند مسلم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. زيد بن أرقم، نعم. وحديث ابن مسعود عند أبي داود النسائي: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدثه
ألا تتكلموا في الصلاة. نعم، فالرد إذن يكون بالإشارة والله أعلم. تفضل. إذا قال ابن عمر إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده، كما ذكرنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا يفعل؟ أنه يبسط يده. هذا جاء في حديث عند أبي داود وغيره أن ابن عمر سأل بلالا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل إذا سلم عليه ويصلي، قال أشار بيده، قال كيف يفعل؟ قال يبسطها هكذا، وبسطها، ها يبسطها هكذا. أنا كيف عرفت؟ نقلها العلماء، ابن القيم قال نقلا ينقلها الخلف عن السلف واللاحق عن السابق، فابن القيم قال يشير يرفع يده قليلا يعني أفقية ويجعل ظاهرها إلى السماء وباطنها إلى الأرض، هكذا ظاهرها إلى السماء وباطنها إلى الأرض هكذا. أجمع اليوم يتبعوا في المباشر يقول الشيخ ما وش داير الفيديو كيف نشوفه. نعم، تنقل تفسيرا يعني تجعل أفقية ظاهرها للسماء وباطنها للأرض. ثم روى مالك عن نافع بن عبد الله أن ابن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى، ثم ليصلي بعدها الأخرى. المسألة هذه ماذا؟ فيما لو كان يصلي وتذكر أنه نسي صلاة، وتذكر أنه نسي صلاة، فهنا يقول ابن عمر من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام، يعني ماذا؟ يصلي معه لا يقطع، يعني يتمادى معه. وإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى، وهذا مذهب مالك رحمه الله. وخلاصة ذلك أن مالك يقول من تذكر صلاة فاتته وهو في صلاة أو في آخر وقت صلاة الحاضرة، قال يبدأ بالفائتة ولو فات الوقت. لماذا؟ لأن الترتيب واجب، وهذا عند جمهور العلماء وهو قول جمهور أهل العلم. فإذا كنت تصلي العصر وتذكرت أنك لم تصلي الظهر، تخرج من الصلاة وتصلي الظهر ثم بعدها العصر. وكذلك لو كنت في آخر الوقت فإنك جئت لتصلي العصر آخر وقت ثم ذكرت أنك ما صليت الظهر، تصلي الظهر ثم بعد ذلك ماذا؟ العصر. هذا إذا كنت وحدك. طيب، أما إذا كنت مع الإمام وأنت في الصلاة تذكرت أنك ماذا؟ أنك فاتتك صلاة، فتتمادى معه أي تتابع معه وتواصل الصلاة ثم تعيد الصلاة الفائتة التي نسيتها وأيضا التي بعدها وكذلك التي بعدها. لكن قال هذا إذا كنت نسيت صلاة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا لا أزيد، أما إذا كان أزيد من ذلك ست فلا تعيد التي صليتها وإنما تأتي بتلك الصلوات فقط. يعني إنسان دخل في العصر وتذكر
أنه لم يصلي ماذا؟ العصر، من عصر الليلة السابقة إلى ظهر اليوم، عصر مغرب عشاء صبح وظهر. قال هنا يتمادى ثم يعيد الخمس أو الأربع والثلاثة والثنتين أو الواحدة والتي صلاها الإمام، لأن الترتيب واجب، وإنما يجب الترتيب في يوم وليلة. إن كان أزيد من ذلك يتم الصلاة مع الإمام ثم يقضي تلك الصلوات الست أو السبع أو غيرها. هذا قول مالك، وهو تقريبا قول جمهور أهل في الجملة. فهنا قال ابن عمر يصلي مع الإمام ثم يصلي بعدها الأخرى، وهذا القول ذهب إليه طائفة من أهل العلم كما قلت، فهو في الجملة مذهب مالك وأبي حنيفة، وكذلك رواية للشافعي بن عمر وأحمد، إلا أنهم قالوا لا يعيد التي صلاها مع الإمام، يعني يصلي معها العصر تذكر الظهر يكمل العصر ثم يعيد ماذا؟ الظهر فقط، لا يلزم أن يعيد العصر. وبعض العلماء قال لا، بل يقطع الصلاة وليصلي التي ذكرها الفائتة ثم التي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ذكرها فذلك وقتها، وأنت تصلي العصر تذكرت الظهر فهذا وقتها، فإذا تصلي الظهر ثم العصر ثم العصر. والأظهر هو الأقرب وما قاله الشافعي رحمه الله وغيره أنه يصلي ويتابع الصلاة التي مع الإمام ثم يعيد الفائتة فقط ولا يعيد الأخرى التي صلاها مع الإمام، لأن الترتيب إنما يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان على الصحيح. والله تعالى أعلم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، و يعني قد نستدرك المجالس التي تفوتنا بيوم الجمعة، يعني إذا كان غدا في القدرة مكنة لعلنا نستدرك، وإلا فالأسبوع الذي بعد. يقول ماذا أفعل إذا سمعت الناس يسبون ويشتمون وأنا أمشي في الصلاة؟ فتنكر بقلبك إنكارا شديدا، تنكر بقلبك إنكارا شديدا، وتغير ما تستطيع التغيير بالنصيحة واللسان. وأذكر الله تعالى حتى لا يعني لا ينغص عليك هذا الكلام الفاحش لا يؤثر في القلب. يقول أخاف إن تحدثت معهم يحدثون مشكلة. لا، يعني الكلام يكون بتؤادة، ونحن نحتاج في الحقيقة جميعا إلى معرفة الهدي النبوي في الدعوة إلى الله. ففي هدي نبوي وطريقة يحتاج الإنسان أن يتعلمها وينصح بها، ولا شك لا ريب أنك دائما تجد من يعارض. ولهذا قال لما أوصى لقمان ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال واصبر على ما أصابك، وقال واصبر على ما أصابك. ولما قال جل وعلا إن قال الآية إن في آخر صوت الإنسان ثم الكبيرة ثم النعيم ممكن كبيرة عالية ثم تدخل إن هذا كان الجزاء وكان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال العلماء يعني هذه نعمة عظيمة، فهل المناسب أن يقول أشكر الله؟ قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فالمتمسك بهذا القرآن والداعي إليه لا سيجد من يعارضه، سيجد من.
فأنت ادعو إلى الله بالتي هي أحسن، التي هي أقوم، وأصبر على أذى هؤلاء. يقول: رجل نزل ما منه مني ولم يغتسل، فما حكم الصلاة التي تصليها في حال إذا كان جاهلا وفي حال إذا كان متكاسلا؟ أما إذا كان متكاسلا فهذا آثم ومرتكب لكبيرة. وبعض العلماء يقول: من تعمد الصلاة على غير طهارة شرعية يكفر، لأنه فيه نوع استهتار واستخفاف بالصلاة، فلا يقال متكاسلا. أما جاهلا يجهل أن المني يوجب الغسل فيتوضأ فقط، هذا آثم بجهله، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك، وعليه أن يقضي صلواته التي هي من يومه، وما كان قبل ذلك يكثر من النافلة ويتوب إلى الله تعالى، والله أعلم. يقول: ترددت لفظة جامع في أبواب في بعض الأبواب التي سبقت، فما هو المراد منها؟ هذا ذكرته سابقا غير مرة، وقلت هذا اصطلاح من أول من اختص به مالك رحمه الله، وفي الدرس غدا إن شاء الله أوضحه أزيد. يقول: أنا عامل يومين عند محل بيع الخزف مسجد قريب من المحل تقريبا 500 متر، أسمع الأذى عندما تشيل خارج المحل كل يوم تقول ساعة. يقول: هذا قريب من المسجد نحو 500 متر ويسمع الأذان، وعندهم محل بيع الخزف وعندهم سلع خارج المحل كثيرة، ففيه مشقة كلما أذن يدخلها ويخرجها، وإنما يخرجها صباحا ويدخلها مساء، فهل أصلي في المحل أو في المسجد؟ صلي في المسجد إذا أمكن، إذا كان لا يتعرض للمسجد للمحل تجعل عليه شيء وتصلي في المسجد. فأما إذا كان لا يمكن ذلك فإذا صليت في محلك فاجتنب البيع والشراء وقت الصلاة. عرض في بعض القنوات هذا السؤال، الله ما أدري، على كل نقرأه ونجيب اختصار. يقول: سئل أستاذ جامعي عن الوهابية في الجزائر فقال هي طريقة إصلاحية في البلد وتشهد إصلاحها من وتستميد إصلاحها من الدين. يقول هذا السائل: ما هي الوهابية يا شيخ، ومن أين نشأتها؟ أريد جواب شامل، بارك الله فيك يا شيخ. ولما سئل هذا المستعان الفقه في الشريعة فمن خلال إجابته كأنه هذا الفقه أذواق، وقال أن هذه الطريقة كان عليها عبد الحميد بن بديس وحتى شيخ ابن تيمية أفيدون وقتها. طيب، الوهابية وهابيتان: وهابية القديمة التي كانت في جمن أو قبيل الدولة الرستومية، فتلك في القرن القديم، وتلك يقول أهل العلم أنها فرقة من أهل الضلال. وأهل الضلال في هذا الزمان إذا جاءوا ليتكلموا عما نبذوه بالوهابية في هذا العصر يذكرون كلام العلماء عن الوهابية في ذاك العصر، وهذا من التلبيس الذي لا يفعله صافي القلب ومن يطلب الحق. أما الوهابية في هذا العصر فهي نسبة إلى الإمامة العلامة محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله، وهو من قبيلة بني تميم، وهي القبيلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس على الدجال، أشد الناس على الدجال. هذا من علماء الحنابلة، وقام بدعوة وكان في بلده من الشرك ما كان، دعا إلى الإصلاح وإلى تصحيح عقائد الناس. هذا لم يكن بأرض نجد فقط، كان بأرض نجد وبالعراق وبالشام وبالجزائر وفي كثير من
المناطق. وابن باديس رحمه الله على نفس الطريق، وفي آثاره في كتبه سئل عن ماذا؟ عن هذه نبز هؤلاء بالوهابية، فذكر هو وغيره أن هذا النبز إنما هو من بعض أو علماء الدولة العثمانية لما كانوا عليه من تصوف غال وشرك كبير وأمور شركية، فهو خالفهم، هو خالفهم. ويقول أبو علي الزواوي ها من علماء الجمعية ومن زواوه، فيقول يعني من لم يكن على الطريقة الوهابية ليس مالكيا، ومن يزعم أنه مالكي وليس على الطريقة الوهابية فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الدعوة واحدة، وهو إصلاح الدين، إصلاح عقائد الناس وأعمال الناس وسلوك الناس والرجوع بهم إلى الدين الصحيح، هذا هي طريقة تدعو إلى إسلام صحيح، تصحيح العقائد وإرشاد الناس إلى الدين الحق فقط. ولما وقع من التصادم ما وقع نبز القائمون عليها أو صاحبها بهذه بهذا اللقب، وهذا التلقيب ليس يعني جديدا، ترجع إلى تاريخ الأمة الإسلامية تجد كلما يكون فيه خصام تسمى طائفة باسم من يتبعونه، حتى عندنا في مذهب مالك لو طال التاريخ السحنونية والأشهبية والمحمدية، وهو ماذا؟ عبارة عن نوع من الخلاف بين فقهاء، هذا معروف، فسموا بذلك، لكن أعرف الحق. أما أن يكون فيها حق وفيها خطأ هذا وارد، كل عالم يعني يصيب ويخطئ، فهناك من يصيب وهناك من يخطئ، هذا واضح. وأما الفقه ففي الشريعة ليس ذا أذواق، الفقه ليس أذواق، بل هو مبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وفهم الصحابة والمذاهب الأربعة هذه التي تقبلتها الأمة وتلقتها بالقبول، هي تعين على الوصول إلى الأحكام الشرعية من الطريق الصحيح. فالعمدة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، وهذه المذاهب هي منارات وقعت عند الأمة بالقبول، ويعني مما يعني يتدرج فيها إلى وصول إلى عالي المراتب في باب الفقه في الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.